يتم آلاف الأطفال في فقد أصبحت غزة أحد أخطر الأماكن على وجه الكرة الأرضية. وكذلك في هذا السياق نتحدث عن الهجوم العسكري وأن نوقف إطلاق النار الذي سيجلب الراحة للسكان، وكذلك نريد أن نطلق سراح الرهائن. ولكن من الناحية الأخرى نسمع عن هجوم آخر ونرى من نزحوا في رفح. لذلك بينما يكون الوصف بالفعل مرعب فيما يتعلق بغزة حيث وقعت هجمات، يمكننا أيضا أن نشعر أن الأسوأ ما زال سيحدث في المستقبل، في مستقبل هذه الحرب. اليوم أيضا ناقشت مزاعم 12 من موظفي الأونروا الذين تعرضوا لهجمات 7 من أكتوبر. وأنا أؤكد أيضاً أنه في وقت تلقي المزاعم لم أرى أي أدلة جوهرية، ولكن بسبب قوة المزاعم والاتهامات اتخذت إجراءات فورية بإرسال الموظفين وكذلك تفويض آخرين لمراجعة إدارة الوكالة هناك للنظر في طريقة تجنب أو زيادة الوعي بشأن أوضاع الموظفين في المنظمة، وكذلك كيف تتعامل الوكالة مع هذا الأمر. هذه هي المراجعة التي حدثت تحت قيادة السيدة كاترين كولونا لدعم بدعم من مؤسسة الاسكندنافيين الأحرار، وذلك منذ 20 من مارس، والتقرير الأخير سنتلقى في 20 من إبريل. وبعد إعلان هذه الاتهامات 16 دولة قد قررت أن تدعم الوكالة، وما زالت هناك دول في أوروبا قررت في أن تزيد الدعم للوكالة وأن تحافظ على دعمها للوكالة. وكذلك الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ أو يقدر ب 15 مليون دولار. هناك أيضا حملة قاسية تسعى لتقويض مصداقية الوكالة، ولكن علي القول أنها قد توقفت عن عملياتها وأن اتهاماتها كانت معظمها تضليل مبنية على معلومات مضللة ولم تكن بياناتها جوهرية أو دامغة أو حقيقية. وهذه المصادر الإعلامية التي صدرت منها الاتهامات ليست تابعة للأمم المتحدة. نحن في وضع حيث يكون القرار السياسي لمحاولة القضاء على الأونروا. استمعتم لكلمات رئيس وزراء إسرائيل والوزراء الآخرين حيث قالوا أنه لن يكون للأونروا دور في غزة بعد يوم، وقد رأينا في الأسابيع الأخيرة عدد من المحاولات المختلفة
in East Jerusalem, but also from a nearby vocational training center. شمال غزة وكذلك التدريب التطوعي هناك أو التدريب الفني هناك في الأنروا وفي شرق القدس كذلك وكذلك في الضفة الغربية. الموظفين منعوا منذ 7 من أكتوبر من الوصول للمقرات الرئيسية وهذا بهدف عرقلة عمل الوكالة وقد شهدت أيضا في الأسابيع الأخيرة أن لهذا السبب قد تلقت الوكالة الدعم وزخم في الآونة الأخيرة. المهم هو قدرتنا على الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة وأن نبقى المنصة الرئيسية التشغيلية في هذه المنطقة وأن لا تقود أكثر من ذلك في الوقت الحالي وأن يكون لها تأثير لأن تتماشى مع أوامر محكمة العدل الدولية نحن نتصور أن نحظى بوقف إطلاق نار غدا وقف إطلاق النار يعد استثمار في قطاع غزة ستكون هناك حزمة سياسية عامة في إطار زمني على الطاولة. سيستغرق ذلك وقتا. الأنروا هي منظمة تطوير إنساني في المقام الأول وهي وكالة توفر خدمات مثل خدمات الحكومة وإدارة خدماتها أيضا من المتوقع أن يزول مع وجود دولة وإنشاء دولة وهناك أيضا منظمات توفر التعليم في قطاع غزة وجميعنا يعرف أنه إذا ما كانت هناك critical services, but we should also not forget سلطة في that the Gaza Strip, the population is also غزة. Deeply traumatized. Among them, the children. معرفة أن الوضع سيكون مختلف. To bring them into an education موجودون. Environment, the more we are also sowing the seeds for future hatred, لا يسوء الوضع ولكي لا يكون هناك انتقام. من الأجيال القادمة في المستقبل هناك تضحيات ضحت بها أجيال من الأطفال هناك معنى سياسي للتخلص من الأنروا وهو تبرير اليوم للهجوم على الأنروا ومحاولة القضاء على دور الأنروا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكذلك كوكالة
تعمل على الشهادة على الأزمة كذلك كانت الأونروا معرضة للأحكام October 7 would not have taken place هذا منذ السابع من أكتوبر we would be talking about the 75th year لم يكن of a lasting temporary organization which is nothing else than the collective failure of the international community for of not having promoted كنا سنتحدث عن الأونروا political solution دليل على فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي وكنت أود أن أعقد محادثات منفتحة في ذلك الوضع عن عدم وجود حل سياسي ولكن نحن الآن في موقف وضع مختلف حيث أن هناك هجمات منظمة تقع وهناك أيضا طرق للترويج لحل سياسي lasting temporary existence if really we are genuine with the promotion of a political solution UNRWA remain an instrument إذا ما كنا at the disposal of the صادقين بشأن إيجاد حل سياسي to make sure that the transition leading to this solution تتواصل السعي and that would be the day the agency would be phasing out So just to end, I have placed three requests to the G today. The first, I repeat a bit what I said at the beginning, but to facilitate the long overdue political process that can bring lasting peace to Palestinian and Israeli. And عمليات إيجاد حل سياسي لأسرع الإسرائيلية الفلسطينية. And because of the precarity of the financial situation وبسبب الوضع المالي الصعب أن أدعو أعضاء الجمعية العامة أن يزودوا الوكالة بالمصادر وأيضا أنا أطلب منهم أن يتأكدوا من أن أي محاولة من الأونروا لتزويد الفلسطينيين اللاجئين بالخدمات تتعلق أيضا بالشراكات التي أثرت على النظام البيئي للدولة برمتها ينبغي أن يحدث هذا بطريقة لا تقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين أو حتى قرار حق تقرير المصير للفلسطينيين هذا سيكون له تأثير على المدى القصير والمدى الطويل سأتوقف هنا وسأجيب عن الأسئلة أشكرك شكرا جزيلا